مفيش شك طبعا، يعني نجاح مسلسل الحشاشين هذا النجاح الكبير الحقيقة. امبارح وانا بتفرج على الحلقات، لا يعني كريم عبد العزيز عدى الليفل، يعني اللي هو انت قاعد مقتنع انه هو حسن الصباح. يعني حتى الحوارات اللي ما بينه وما بين مراته، على فكرة مراته هي اللي بتكشفه، هي اللي بتخلينا دلوقتي خلاص خلاص بدأنا يعني نكره بقى حسن الصباح وننسى كريم عبد العزيز ونتفاعل معاها، وانه فعلا هو مش حقيقي جوه نفسه، وان هو عايش كده في بالونه من الاوهام والتطرف الغريب. لكن طبعا نجاح مسلسل الحشاشين يعني خلينا طول الوقت احنا قاعدين بنشوف هذا النجاح بشكل كبير، وبنتابع طبعا حاجات كتير جدا، يعني تفاصيله كتير الحقيقة، تفاصيل التصوير والأداء والممثلين، المعارك اللي بتحصل، قد إيه التنفيذ منتهى الدقة، دقة عالية جدا في التنفيذ، بيحاولوا طول الوقت إن هم يعني أنت ما بتلحقش تحس إمتى ده بيحصل، وبتصدق على طول. كمية المعارك مش سهلة، يعني كمية المبارزات، السيوف، القتل، العنف، الضرب، حاجة الحقيقة أكيد أخدت وقت طويل وتدريب. وكمان الكاميرا، يعني الكاميرا هنا بتصور، على فكرة بيبقى في الأعمال زي دي بيبقى في منفذين فقط للمعارك، ومنفذين فقط للمشاهد دي، ومدربين والصوت وحاجات كتيرة قوي. خليني أعرف تفاصيل كتيرة. شايفين الصورة كلها معارك، نروح لمصمم المعارك، لأنه الحقيقة الأستاذ أحمد عبد الله أكيد بذل مجهود جبار علشان الصورة يعني تبقى بهذه المصداقية العالية. أستاذ أحمد عبد الله، مساء الخير يا فندم. مساء النور، إزيك عامل إيه؟ يعني المشاهد الحقيقة بتاعة المعارك مجهود كبير، تنفيذ عالي المستوى، دقة عالية. كلمنا بقى الوقت خد قد إيه، والتنفيذ قد إيه، والمشاهد دي بتتصور كلها لوحدها طبعا. الوقت خد والله خدنا وقت كبير جدا، خدنا حوالي 3 شهور تدريب الممثلين يوميا ما بين 3-4 ساعات كل يوم لمدة 3 شهور. الخيول خدت منها تدريب حوالي من شهر لشهر ونص. لا الحكاية كانت صعبة جدا جدا جدا. وحضرتك بتكلمني يا أستاذ أحمد، إحنا بنشوف الميكنج بتاع المعارك، الميكنج نفسه لوحده جبار، يعني هو الميكنج نفسه مرعب. يعني أنا امبارح بتفرج على المشاهد، القتل والضرب وحركة السيف بالذات لما بيشيلوا رقبة حد، دي لوحدها يعني. كمان انت عندك الممثلين دي ناس طبيعيه، هل كان فيه بدائل ستانتس ولا كانوا الممثلين بيعملوا، ولا في منفذين معارك معاهم؟ لا كان الممثلين هي اللي عملت، ما كانش ليهم ستانت، الممثلين بنفسهم اشتغلوا، لان احنا قعدنا المران زي ما قلت لحضرتك حوالي 3 شهور. كان معانا طبعا كل الناس بقى اللي حواليهم في المعارك دي كلها، دي ناس ستانت مدربه على الحاجات دي طبعا، لان النوعيه نفسها بتاعت المسلسل احنا مش بنعملها كتير عندنا. طبعا. فكان لازم نمرن حتى الستانت اللي هي شغلتهم الاكشن، كان لازم نمرنهم على طبيعه المعارك دي. فكره كمان الخيل والحرب والجري والصحراء وكمان طريقه يعني انا شفت كمان المشهد بتاع يعني الامير او الملك السلاجقه وهم بيرموا الكوره الناريه على القلعه، يعني حاجة كانت الحقيقة فظيعة. المنجنيك أيوة. لا والله يعني بص، كل الحاجات دي كانت محتاجة تجهيز كبير قوي، وكانت محتاجة حسابات كتير قوي، فتعبنا قوي في ان احنا نعملها. بس اكتر حاجة كانت تعبانة في الحكاية الخيول، طبعا ان احنا ما عندناش في مصر خيول مخصصة للمعارك. أيوة. خيول مش خيول بتاعة المعارك، فات عليها قرون يعني. بالخيول اللي موجودة دلوقتي خيول لطيفة يعني. خيول بتاعت نزل السمان اللي هي بالظبط، يعني اللي هي بتتمشى في الهرم شوية، ولا في أي حتة طبعا. بالظبط هي دي الخيول. فكان لازم نمرنها كتير جدا عشان تبقى في الأجواء بتاعت الحرب، يعني الحصان لما بيحصل جنبه أي حاجة طبعا حيوان يعني مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيبقى ردة فعله ما حدش بيعرف يتوقعها يعني.
فكان لازم كان لازم تدريبهم فتره طويله ان على الاجواء دي في نار وفي ناس بتقع وفي حصنة بتقع وفي ناس بتجري جنبك وفي حروب جنبك وسيوف فكل الاجواء دي بالنسبه للحصان هو غريبه عليه. طب استاذ طبعا واضح الصوره باينه. استاذ احمد كمان يعني اولا انتوا بتعملوا المعارك بملابس تقيله لان دي ملابس الحرب وخوذة وحزمة ويعني ومصدات وحاجات كتيرة قوي، دروع كمان كتيرة قوي معاكو. طيب ده كمان بياخد وقت، انت هنا بيتحرك معاك المخرج بيبقى عنده كمان لازم يظبط معاك كل الزوايا علشان الدنيا تبقى مظبوطة. بتعملوا بروفات مثلا على مشاهد المعارك ولا خلاص ده بيبقى اتفاق ماشي وبتظبطوها ازاي؟ لا احنا فترة التدريبات بتبقى فترة جنرال على السيف والخيول والحاجات دي، بعد ما بنخلص الفترة دي بنبدأ نرسم المعركة، المعركة دي بتترسم وبنبدأ المرحلة الأخيرة بتاعة التحضيرات، بيبقى البروفا بتبقى بالملابس بالسيوف بالخيول في اللوكيشن نفسه اللي احنا نعمل فيه المعركة عشان كل واحد هيعمل ايه ويروح منين ويجي منين ونصورها ازاي. فالحكاية كلها بتبقى كله في التحضير بيحصل بكل اللي احنا شفناه على الشاشه بقى. يعني أكيد. كل ده حصل قبليها في اللوكيشن لمده 3 4 ايام قبل ما نبدا نصورها. اه اكيد، يعني كل معركه بيبدا بيبقى عندها بروفاتها الخاصه عشان يبقى التدريب قوي عليها. طيب بالنسبه بالضبط. كمان للساده الفنانين، وفي الحقيقه عدد من الفنانين في وجوه كتير جديده ويعني خبرتها لسه مش كبيره، ولكن الحقيقه قبله بلاء حسنا. يعني اولا هو يعني عليه انه يثبت نفسه كممثل وفي نفس الوقت كمان معركه واجواء، فيعني المساله كانت صعبه. كنتوا بتتعاملوا مع ده ازاي؟ طبعا ده حقيقي، يعني احنا ما هو التدريب بيخليكي تحفظي، التدريب بيخليكي تركزي في ان انت تبقي فاهمه زي التمثيل بالظبط. يعني انت لما تبقي حافظه المشهد بتعرفي تمثلي، لو مش حافظاه فبيبقى في توتر في الحكايه. هي نفس فكره الاكشن نفسه، ان انت لما تبقى متمكن قوي من الحكايه وحفظتها صح بتعرف تعمل جنبيها اي حاجه. يعني تبقى مركز. ايه اصعب المعارك يا استاذ احمد؟ ايه اصعب المعارك؟ والله اصعب المعارك الحشاشين. حشاشين كلها يعني كل حاجه صعبه. هي كل الحشاشين صعبه، ولكن يعني ابهرتونا الحقيقه، وعمل داق وكله فيه اتقان عالي المستوى وشيء مشرف الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا مصمم معارك مسلسل الحشاشين احمد عبد الله.